اهلا بيكو. قراءة اليوم هي رسالة ليك من الشخص اللي في بالك يا ترى، حابب يقولك ايه دلوقتي. طاقة زمنية للفيديو مفتوحة من اي وقت بتسمع فيه القراءة. حطوا نيتكو على شخص وخلينا نسمع رسالة الشخص ده ليك دلوقتي. في ناس انا حاطت النية على كراش او على حد ما فيش ما بينكم وما بين بعض كلام او تواصل اصلا. انت هنا بتحاول يعني تقول انا بخير بدون هذه الطاقه، يعني او انا تمام من غير الشخص ده، انا عايش حياتي، انا مبسوط، انا مش متاثر بيه اساسا. اوكي، الشخص اللي انتوا بتسالوا عنه ممكن لحد فيكم يكون هو اللي قطع الكلام او التواصل معاك، او في طاقه زي ان الشخص ده عمل لك بلوك او حاجه زي كده. هو عاوز يقول لك ايه دلوقتي؟ الشخص ده تعبان قوي من كتر ما هو بيفكر فيك، ومن كتر ما هو بيتمناك، ومن كتر ما هو حاسس انه عاوز يكون في تواصل ما بينك وما بينه. في نفس الوقت حاسس انه لو جه خطوة تجاه التواصل ده انت هتصده او انت هتمنعه. الشخص ده منجذب اليك قوي وعنده طاقة قوية جدا من الشغف الجسدي تجاهك، وممكن تكونوا بتتعاملوا مع حوت او جوزاء او اسد او عقرب. اوكي، في يوم من الايام الشخص ده كان بيتمنى ان انت تكون يعني كل حاجة في حياته، او كان عاوز ان انت تكون شريك لي، يعني زوج او زوجة. اوكي، لكتير منكم الشخص ده دلوقتي تقريبا بيعمل لك تخاطر او جذب، او بيفكر فيك بطاقة قوية او التفكير. على فكرة الشخص ده بيتخاطر معاك قوي علشان ترجعوا لبعض تاني، او علشان تتواصلوا مع بعض مرة تانية، او عشان تتقابلوا تاني. يعني الاهم يحصل اي وصل او يحصل اي كلام ما بينكم جديد.